اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. احنا امام الثانويات جالب الدوحيان كما كتشوفوا معنا، الوضع كارثي امام هاد الثانوية. الاسبال وقعي البناء اللي صايب شي دار ديالو كي يجي له هنا زجاج مهرس. الخطير في الامر ان كاين واحد الفيلا مهجوره، الحيط ديالها راه غيطيح، الحيط ديالها غيطيح، وكيدخلوا ليها المتشردين، وكاين اللي كيجي، كاين اللي كتكون بعض المرات كتكون حتى الفساد هنايا تتحيد هاد الحوت هذا وكيدخلوا. وكاين أعمدة الكهربائية هنايا، يعني واحد الوضع كارثي هنايا. هانتوما هادي، هانتوما اش دايرين، هنا كيكون العجب هنا. حنا أمام مؤسسة مؤسسة تعليمية كلها كارثة هنا، هادشي مبغاش يسال. منحملوش حنا الناس مسؤولين على هاد الأسبال، حيت اللي غنحملو الأول، المسؤول الأول هو المواطن، حيت عياو ما يحيدو في هادشي، المواطن هو اللي كيجي وكيلو هادشي. المواطن كي يصلح دارو، كيهز داكشي في خناشي، كيجيب واحد عند بريبورتور كيخلصو كيجيبو ليه حوايج. من العيب والعرض كنشوفو بحال هادشي. الوضع راه كارثي هنايا. غادي نمشيو الباب الخلفي ديال المؤسسة باش نشوفو أسلاك الكهربائية خارجة، الأعمدة الكهربائية أزبال. هذا هو الباب، شو الحالة كتير، شو كيبداو حتى حاجة ما كتكمل. عمرني شفت مؤسسة تعليمية فيها جوج ديال لي بوست ديال الضو، كاينين جوج ديال ها واحد ها واحد، زنقة مقدام بشعيب، جوج ديال لي بوست ديال الضو كاينين، كاينين شو كارثة كبيرة. هذاك الكاميو ما كيحيدش من تمايا، ديما كاين بلاصي امام جنب المؤسسة، كتحط طوموبيلتك غير في شي بلاصة كيجيو كيهزوها، وهادشي ما كيهزوش.
فهمتش على هادشي. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي، الى حين باشر اخر ان شاء الله.